مبادرة إفطار عبر السبيل والمحتاجين في شهر في هذا الشهر الفضيل. المبادرة هذه فكرة من صاحب المطعم. رانا نقوم بإفطار يوميا بمعدل 200 وجبة في 200 وجبة في اليوم. هذه الوجبات تكون موزعة على وجبات محمولة ووجبات اللي هنا معنا داخل المطعم. الممولين الرئيسيين لهذه المبادرة هم تجار قسنطينيين أصدقاء صاحب المطعم بعد تنسيق مع قدماء الكشافة الإسلامية. الفئة اللي رانا نقوم بإفطارها يعني شكون أو بالأحرى اليد العاملة اللي هي قائمة معنا في هذه هم طلبة جامعيين يجيو يفطروا معنا بعد وهم في نفس الوقت راهم يعاونوا فينا. السلام عليكم، معكم القائد رحالي جهاد، قائد فوج الآفاق باسليمان لمحافظة قسنطينة، قدماء الكشافة الإسلامية. رانا في مطعم لاكورون بالتنسيق مع صاحب المطعم لإفطار عابر السبيل طيلة شهر رمضان. بدينا من أول يوم لرمضان واليوم راهو 21 يوم رمضان، وقادة محافظة قسنطينة لقدماء الكشافة راهم يتولوا هذه بالتنسيق مع صاحب المطعم لإفطار عابرين السبيل وأيضا وجبات محمولة. وبالطبع الكشاف هو من مهمته يوقف على الأعمال هذه لخدمة المجتمع والفئات هذه، ومحافظين وأفواج قدماء الكشافة بالقطر الوطني راهم في كل ولايات مع إفطار عابر السبيل ونشاطات خدمة المجتمع واللي في الجميع الفئات الكشافة راهي تخدم على جال الأمر هذا. أنا جيت من بومرداس يا خويا، انا يا في رمضان هكذا نتشهى البوراك، البوراك تاع قسنطينه هذا لازم نجي ناكله. وقلت نعقب رحت عقبت لولاد جلال، عندي بسكره لازم ناكل دوباره ثاني ما عندك ما تقول فيها. ودخلت لقسنطينه لازم نضرب فيها البوراك القسنطيني ونهبط، وانا هكذا عندي نتشهى ثاني صفيطي بوسعاده لازم ناكله في الخيمه، هذاك هو اللي يعجبني ثاني بزاف. وانا هكذا هذه هي، نحب كي نشها حاجه لازم نشقالها ناكلها في بلاصتها، ما نقدر نلقاها في قدامي ولا بصح ناكلها في بلاصتها. وين الطيب قد تتكلف ريشكا سخونه. وان شاء الله نتمنوا انه هذه المبادرات تتعمم لهنا معنا عندنا في قسنطينه وفي هذا الشهر الفضيل وصحه رمضانكم.